من هو حنبل؟ حنبل بن حملقار برقاوي المعروف بحنا. بعل هو قائد عسكري قرطاجي فينيقي أصله من عائلة بونيقية عريقة، عاش في الفترة بين سنتي 247 إلى 182 قبل الميلاد، والذي تنسب إليه الكثير من الاختراعات والتكتيكات الحربية التي استخدمها في معاركه والتي بقيت تستخدم حتى اليوم. وقد كان أبوه حملقار قائدا للقرطاجيين خلال الحرب البونيقية الأولى، كما كان أخوه صدر بعل وماجو من أعظم القادة القرطاجيين الفينيقيين. ولد حنبل في شمال إفريقيا بمدينة قرطاج، حيث كان في ذلك الوقت كانت تشكل مستوطنة فينيقية سنة 247 قبل الميلاد. وعندما كان في 9 من عمره رافق والده إلى إسبانيا، وبعد اغتيال زوج أخته صدر بعل العادل عام 221 قبل الميلاد، والذي كان قائدا للجيش آنذاك، اختاره الجيش ليصبح قائدا له من بعده. فبسط نفوذ قرطاج على جزء من جنوب شبه الجزيرة الإيبيرية بما فيها ساغونتو، أحد المعسكرات الرومانية، وهذا ما اعتبرته روما خرقا للمعاهدة التي وقعت بعد انتهاء الحرب البونيقية الأولى، فطالبت بتسليم حنبل، مما سبب في وقوع الحرب البونيقية الثانية في الفترة بين سنتي 218 و201 قبل الميلاد. من أهم إنجازات التي قام بها حنبل خلال الحرب البونيقية الثانية، عندما قام جيش يضم فيلا حربية من منطقة إيبيريا إلى شمال إيطاليا عبر جبال الألب وجبال بارانس. في سنة 214 قبل الميلاد، وردت أنباء إلى حنبل أن الرومان يستعدون لتطبيق خطة تهدف لنقل الحرب إلى إفريقيا، وبالتحديد إلى مركز قرطاج، فترك أخاه صدر بعل على رأس ولاية قرطاجنا، وقرر الإسراع بالبدء في حملته البرية ضد الرومان، وحاول الوصول بسرعة كبيرة إلى نهر البو من أجل إيقاع أفضح الخسائر بالرومان وتحميلهم تكاليف الحرب. فكانت هناك عدة معارك خاضها ضد الرومان، أهمها معركة تيسينيوس، ومعركة تريبيا، ومعركة ترازايمين.